ولكن كذلك لو تأمل في بعض الناس من حوله سيجد من يتعلق بالقبور ويستغيث بالأموات من دون الله عز وجل، ويجعل أحيانا للأموات ما ليس لله، يجعل للأموات، يجعل بعض الأموات أعظم من الله سبحانه وتعالى. إذا أصابه الضر لجأ إلى الميت ما لجأ إلى الله، بل يعتقد بعض من الميت يدبر الكون، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله ولكنه يعتقد أن الميت يدبر الكون، يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن الميت إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا موجود يا إخوة، موجود أو غير موجود، موجود في بعض البلدان الإسلامية، يطوف القبر ويدعى في السنة ما يزيد على 1,000,000 نسمة، 1,000,000 يشهدون لا إله إلا الله، ثم يطوفون بهذا القبر ويدعون ويستغيثون به من دون الله. أليس هذا مخالف تماما للا إله إلا الله، مناقض تماما للا إله إلا الله؟ هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، أن يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يعبد ما سواه، لا يستحق العبادة إلا الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لينقل الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. هذا الأمر وهذه الدعوة بعض الناس اليوم يتساهل فيها، بل بعض الناس يطلب النصر بالتنازل عن هذه الدعوة. يعني بعض الناس اليوم يقول انظر ما وصل إليه حال المسلمين من الضعف والهوان وغير ذلك، ثم تقول إذن ما الحل؟ يقول الحل أننا نتنازل عن بعض ثوابت الدين من أجل ماذا؟ أن نجتمع مع بعض هذه الفرق التي ينتشر فيها هذا الشرك، فيريد أن يؤجل أمر التوحيد زعما منها أن ذلك يكون سببا في نصر الإسلام والمسلمين. هل يكون النصر يا إخوة بدون توحيد؟ هل يحصل النصر للأمة بغير التوحيد؟ ما يمكن. هذا يقوله بعضهم، يقول لا تنشر ما يفرق الناس، ثم يقول لك التوحيد إيش؟ سيفرق الناس، سيبعد بعض هؤلاء الأقوام ممن ينتسبون الإسلام وهم يشركون بالله. إذا لا تدعو إلى التوحيد حتى نجتمع وننتصر على الأعداء. لن تنتصر على الأعداء بدون إيش؟ التوحيد. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم. كيف أحقق إن تنصر الله؟ بالقيام بالتوحيد، بالقيام بدين الله سبحانه وتعالى. لن يكون نصر ولا عز للمسلمين بدون إيش؟ بدون التوحيد.